ايه يا هارون مالك يا ابني؟ مش عارف قلقان ليه يابا. يا ابني ربنا ما يجيب قلق. هو قال لك ايه؟ زي ما سمعته كده عايزنا نروح له. قال لك؟ طب وده يضايقك في ايه؟ خايف لا يكون رجع في كلام. سعدون بيه ده عمره ما عملها. انا اللي اعرفه ان كلمته ما تنزلش الارض ابدا. ايوه بس مش جايز، عايز يزود المبلغ. ما تشيلش همي يا حبيبي، قال لي خبر النهارده بفلوس بكره يبقى ببلاش، وان كان ليك نصيب في الشغلانه دي باذن الله ربنا هيسهل لك كل الامور. يا ريت يا امه يا ريت. قول باذن الله يا ابني. باذن الله. خير يا سعدون بيه؟ يا اخي انت مستعجل ليه؟ نتغدى الاول ونشرب الشاي وبعدين نبقى نتكلم. انت مش عملت كده معايا لما كنت في بيتكم؟ اهلا وسهلا. وفيه مراتي اظن شفتها لما كانت معايا في البلد. اهلا وسهلا. اهلا بيك، اتفضل. على فكره يا سعدون انا فعلا شفت الاستاذ هارون قبل كده، بس للاسف ما كنتش باخد بالي قوي. ما حضرتك ما شرفتيناش في البيت قبل كده. وفي الحقيقه وفيه احنا مقصرين قوي. خلاص ملحوقه. المهم فتحته في الموضوع؟ على مهلك شويه. انت هتعملي زيه ولا ايه؟ اتغدى الاول وبعدين نبقى نتكلم. السفره جاهزه. اتفضل. 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 ما تيجوا يا بنات، مكسوفين ولا ايه؟ تعال. على فكرة الأستاذ هارون مش غريب، ده ابن الحاج حامد. أهلا وسهلا. حميدة بنتي. أهلا وسهلا. ووجيدة. أهلا. أهلا يا أنسة وجيدة. عبدو الشرب من فضلك. أهلا وسهلا. أهلا. ميرسي. من فضلك أستاذ هارون. شربة؟ على فكرة يا بنات الأستاذ هارون جايب لنا معاه هدية، إنما إيه؟ كان نفسكم فيها من زمان. ما تقوليش كده وفية هانم، دي حاجة بسيطة ومش قد المقام. لا أنت ما عندكش فكرة يا هارون، أنت عارف إن البنات دول ما بيرضوش يسافروا معايا البلد إلا علشان الفطير المشلتت. أنا عارف بقى الحاجة بتعمله إزاي. سعدون دايماً يشكر في أكل الحاجة توحيدة. طب يا ريت يشرفونا بقى عشان الأنسة حميدة والأنسة وجيدة يدوقوا أكل الحاجة. على فكرة يا هارون أنا عايز خدمة من الحاجة والدتك. عمر يا سعدون بيه. تاخد البنتين دول تعلمهم إزاي يطبخوا. بس كده غالي والطلب رخيص، ده حتى الحاجة تتمنى. إيه يا بنات؟ أنتوا بتضحكوا على إيه؟ سيبهم يا سعدون بيه يضحكوا، هو في أحلى من الضحك. هيا يا وفية تكلمي انتي ولا اتكلم انا؟ لو عايزين رأيي انا بقول يعني الستات هي اللي تتكلم الاول. خلاص يا ستي اتكلم انتي الاول. بصراحة يا استاذ هارون انا عاتبة عليك جدا. ليه بس وفية هانم؟ هي الهانم زعلانة مني ليه؟ هو حصل ايه؟ معقولة يعني تاخد ارض سعدون وتسيب ارضي انا؟ لا كده ريحتيني، انا افتكرتك فعلا زعلانة مني. في الحقيقة أنا مش عارف، بس أنا قلت يعني الأول أجرب في أرض سعدون بيه. وليه ما تجربش في أرضي أنا؟ أنا عارف إن أرض حضرتك عطف أندي والحاج موافي بيزرعوها وبيدوك الريع كله. هما فعلا ناس كويسين جدا، بس يمكن يكونوا كسلانين شوية، وده راجع طبعا الأرض مش أرضهم، ما بتجيبلهمش الإيراد اللي هم عايزينه، عشان كده يمكن يكونوا يعني مقصرين شوية. أنا عارف كمان إن الأرض مش متأجرة. هو وضع أرضها زي أرضي تمام. وعارف كمان إن الأرض بتجيب لك حوالي 4000 جنيه في السنة. شفت يا وفية؟ مش قلت لك إنه عارف كل حاجة؟ وعارف كمان الأرض بتجيب كام حقيقي. معلش بقى يا أستاذ هارون، كل واحد وضميره. لا هو برضه الناس لازم تاخد على قد تعبها يا وفية. عندك حق. المهم أنت بقى رأيك إيه؟ ايه رايك يا وفية هانم لو اديكي 5500 جنيه في الارض كلها في السنه؟
الله 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 الله، اشمعنى بقى مرات اللي متوصي بيها يا سي هارون؟ الحقيقه سعدون بيه، ارض وفيه هانم اكبر واكتر، وكمان فيها كام حوض كده كله بركه. ها مبسوطه وفيه هانم؟ جدا جدا، انا متشكره قوي. خلاص اكلم المحامي بدل ما يعمل عقد واحد يعمل عقدين ونمضيهم ان شاء الله. ربنا يديم المعروف. سرحانه في ايه؟ انا ابدا. الضيف مشي؟ سمع ضحكوا مع ماما وبابا. ها ايه رايك فيه؟ من ناحيه ايه؟ مش دمه خفيف؟ كنت فاكراه فلاح بجلابيه وطاقيه وبيرطن بالفلاح. لقيته زي ما يكون متربي في مصر. ده بابا بيقول انه متعلم ومعاه الثانويه العامه. يا سلام يا اختي، عارفه عنه كل حاجه. لا ده بابا هو اللي بيقول. يا بختك يا ستي، طول ما كان قاعد على السفره ما شالش عينه من عليكي. تقصدي ايه وجيده؟ ليه هو عيب يعني ان واحد يكون معجب بيكي؟ انا مالي ومال. مالك وماله ازاي؟ ده بابا بيقول انه هيودينا عند مامته عشان تعلمنا الاكل الفلاح. انت صدقتي يعني؟ تخيلي بقى اتنين زينا متخرجين من البون باستور قاعدين قدام الفرن بيعملوا فطير مشلت. انا بحب الفطير المشلتت قوي. وانا كمان بحبه، بس ما عنديش استعداد اقعد قدام الفرن. قوليلي انت ما تعرفيش هو جاي ليه؟ هو مين؟ هارون. حسب ما سمعت انه هياخد ارض ماما هي كمان، يعني من هنا ورايح هينطلنا كل شويه ويقعد يبحلق فيكي. ما قلتوليش يا بنات مين ده اللي هيقعد يبحلق فيها؟ لا يا ماما ما بنتكلمش عن حد. طب انا بقى عارفه انتوا بتتكلموا عن مين. انتوا بتتكلموا عن هارون ابن الحاج حامد. بس لازم تعرفوا حاجه، هارون بقى اللي انتوا عمالين تتكلموا عنه ده جانا نجده من السما. نجده ليه يا ماما؟ ما انت عارفه يا حبيبتي باباكم ما بيحبش الارياف وكان عايز يبيع الارض، ولولا ان هارون جاله الحد عنده وقال له انا مستعد امسك لك الارض واجيب لك ايراد اكتر من اللي انت بتتحصل عليه، كان باع الارض دلوقتي وصرف فلوسها، وانا شخصيا كنت هبيع ارضي واريح دماغي. ده باين عليه شاطر قوي، بس الظاهر ملوش بخت. ليه يا ماما؟ بيقولوا انه كان خاطب بنت العمده وبعدين غيروا رأيهم وجوزوها لواحد تاني. أكيد ما كانتش بتحبه. بالعكس يا حبيبتي، باباكي بيقول إن هما كانوا بيحبوا بعض قوي من صغرهم. حرام يعملوا فيهم كده. يعني هو دلوقتي مش متجوز. شفت الأمل اللي بقى فيها هارون؟ مسك أرض سعدون بيه ومراته، يعني دلوقتي هيزرع 150 فدان فوق ال 35 فدان بتوعه. الكلام اللي بتقوله ده جد يا عبد الخالق؟ امال يعني بهزر يا حفيظه؟ دي البلد كلها مفيش سيره على لسانها غير سيره هارون. طب واه يعني؟ ما انت جوز بنتك برضك شاطر وعنده شقه شويه. ايوه شاطر، شاطر قوي، وهي مبسوطه معاه، ما هي كل شهر والتاني غضبانه من عمايله السودة. اهو بقى نصيبها كده. ايوه تنك تقولي هيعملوا فينا وهيسووا فينا لغايه ما خليتيني رميت البنت الرميه دي. يوه وهو انا يعني كنت بشم على ظهر ايدي؟ خلاص بقى البنت اتجوزت وخلفت، يعني هنطلقها؟ انا اللي صعبان علي ان انا جوزتها وكسرت مناخيرها غصب عنها، ربنا يسامحني بقى. نصيبها كده. قال لي قولي يا عبد الخال، ما تعرفش هارون ما اتجوزت ليه لحد دلوقتي؟ يعني هو انا كنت دخلت في ضميره ولا دخلت في ضميره؟ بكره يتجوز احسن بنت من اكبر عيله. يا هناها يا سعدها اللي هتتجوزوا دلوقتي. يا هناها يا سعدها اللي هتتجوزوا، ما كانت بنتك اولى. يو هو انا بقى كنت عارفه؟ ما خلاص بقى انسى الموضوع ده. بقول لك ايه، ما تجيش نجوز هارون من بنت سماح بنت اختي. لا هي دي يا حفيظه، اتلم المال فضيها سيره، خلينا نقعد كويسين المال شويه.
كرأي يا راجل، انت بتفزح فيا كده ليه؟ خضيتني. هو انا معرفش اتفاهم معاك. ما تعرفش تتفاهمي معايا؟ قال لي جوزه سماح. ايه ده؟ ايه في ايه؟ خضتيني. تقلم صحيك لغايه دلوقتي؟ اسال نفسك. يوه، هنرجع بقى لاسطوانه كل يوم. هتساليني كنت فين، هرد عليك واقول لك كنت سهران مع اصحابي. مش هتصدقي وتقولي لا دول صحباتك مش اصحابك. ما بتزهقيش؟ ازهقي بقى حميني. ايه مظبوط كده ست هاني ولا نسيت حاجه كمان بتتريق؟ انا ما يهمنيش كنت فين ولا مع مين، انا كل اللي يهمني كرامتي قدام الناس. مالها كرامتك يا ست هانم؟ انت ناسيه انت متجوزه مين ولا ايه؟ طمني قوي، انت كرامتك فوق قوي. انا كرامتي ملهاش اي علاقه بكوني متجوزاك، لانك ما بتشكلش اي حاجه بالنسبه لي. انا مش عايزه اصعب على الناس وبيبصولي بنظرات العطف. انا خلاص زهقت، مش طايقه العيشه دي. خلاص يا حبيبتي، انت حره. يعني ايه؟ زي ما بقول لك كده، توافقي ما توافقيش انت حرة. طب انا عايزة اتطلق. هو ده رأيك؟ ومصمم عليه. وانا كمان حرة، اطلق ما طلقش دي بقى حاجة ترجع لمزاجي. انت ايه يا اخي؟ هو انت اشتريتني؟ تقريبا كده. هو احنا مش في بينا عقد ولا ايه؟ هي المسألة كده بالنسبة لك؟ ايوه هي المسألة كده بالنسبة لي. انا كنت متأكدة ان عمرك ما حبيتني ولا حسيت حياتي بأي مشاعر. تقدر تقولي اتجوزتني ليه؟ اهو ده سؤال بقى لو جاوبتك عليه هتزعلي قوي، وانا يا حبيبة قلبي مش عايزك تزعلي. انا عارفة اجابته، عارفة انك اتجوزتني عند عشان تنتقم من هارون اللي طول عمرك بتكرهه، فصممت انك تاخدني منه. مش هي دي الحقيقة؟ ولما انت عارفة كده تعبى نفسك وتعباني معاكي ليه؟ ازاي تعيش مع واحدة وانت عارف انها ما بتحبكش؟ امال يعني كنت عايزاني اسيبك عشان هو يتجوزك واحس انه سعيد؟ انت ايه للدرجه دي قلبك اسود؟ انت مش بني ادم، ده الحيوان عنده رحمه اكتر منك. لا لحد هنا وكفايه، احترمي نفسك. انا ما اسمحش لواحده ست ابدا انها تعلي صوتها عليا. انت عارفه كويس انا مين وانت مين. حرام عليك اللي بتعمله فيا، حرام. بس كفايه يا حميدي، سيبيني في حالي، انا جاي تعبان وعايز انام. ادي شيك باسمك وادي شيك باسم وفيه يعني. ميرسي. بس يا ريت لو تمدولي على الوصلين دول. يا اخي انت دايما مستعجل كده. اتفضل يا سيدي، بس كان الاصول نشرب الشاي الاول. معلش الشغل اهم يا سعدون بيه. يعني انت بقى النهارده مش جاي عشان تشوفنا؟ ده انت الخير والبركه يا فيه يعني. عموما متشكرين يا هارون، بس قول لي بقى، وانا لازم اسافر البلد علشان اصرف الشيك ده؟ لا اطمن، انا كتبت لكم الشيكات دي على البنك بتاعي اللي هنا. طب كويس قوي كده، هتبقى ريحتني. انا اللي اشتغل معايا لازم يرتاح يا سعدون بيه، مش كده ولا ايه يا وفيه هان؟ طبعا، والا ما كنتش طلبت منك تمسك الارض بتاعتي. ربنا يديم المعروف. استاذن انا. على فين يا راجل؟ هنتغدى مع بعض النهارده. لا معلش اعذروني، انا لازم ارجع البلد ورايا شغل. لا ابدا، السفره جاهزه. عبده مالوش لزوم يا وفيه هان. جرى ايه يا هارون؟ انت عامل تكليف ليه؟ انت خايف لما نجي لكم البلد ما تبقاش تغدينا عندكم؟ ده انتوا تنورونا يا سعدون بيه. عبده جرى ايه؟ هارون بيه مستعجل. السفره جاهزه ست هاني. طيب انده البنات، اتفضل. اتفضل. هارون. شكر. سعدون تحب؟ لا ميرسي يا ستي. وانت ما كملتيش الجامعه ليه يا نسا حميده؟ مع ان سعدون بيه بيقول انك كنت شاطره. انا الحقيقه لقيت نفسي ما عنديش رغبه اني اكمل جامعه. في الحقيقه حميده طول عمرها غاويه اللغات، لما خلصت المدرسه لقت نفسها بتقرا وتكتب كويس قوي فرنساوي وانجليزي، كسلت ما كملتش. بالظبط كده.
حميدة على فكرة بتحب قوي القراية زيي. ما هو واضح من كلامها. وحضرتك يا أستاذ هارون بتحب تقرا؟ لا لا، أنا كنت تلميذ خايب مش شاطر. معقولة؟ إزاي ده؟ ده أنت بوخك بسم الله ما شاء الله عليك. ده في الحساب بس. هو أنا بقى يا هارون كنت عكسك على طول، أنا شاطر في كل حاجة إلا الحساب، عشان كده ما كملتش تعليمي، أخدت البكالوريا بس. أيوة يا بابا، لكن حضرتك تعرف اللي ما يعرفوش أستاذ الجامعة. ما أنت طالعة زيه. تعرف يا هارون طول النهار كل واحد فيهم ماسك كتاب وحاطط وشه فيه ومحدش عارف يكلمهم أبدا. أنا بقول الحقيقة، أنا بتهيالي إن الثقافة مش مرتبطة أبدا بالتعليم، ده تحصيل البني آدم نفسه، زي العقاد مثلا، كاتب كبير مع إنه ما خدش غير الابتدائية. عمل خير. قول لي يا هارون، أنت قريت مقالته الأخيرة؟ بصراحة أنا ما بقراش غير في الاقتصاد وبس. أنا بقى مريحة نفسي، ما بقراش، هوجع دماغي ليه؟ أنا مش عارف البنت دي طالعة لمين. إيه ده؟ قصدك إيه بقى؟ يا ستي مش قصدي حاجة. قريت إيه في الاقتصاد يا هارون؟ على فكرة أنا كنت فاكرة هارون ده شاب رومانسي عايش في الخيال، بيفكر في اللي كان بيحبها وبيسمع مزيكا، لكن بعد اللي شفته النهاردة قلت يستاهل. يستاهل ليه؟ ده طول ما هو قاعد معرهوش كلام غير عن الحسابات، وأنا متأكدة أنه لا بيقرأ ولا يعرف حاجة عن الكتب زي حالاتي. مش جايز الصدمة هي اللي أثرت عليه وخلته إنسان واقعي؟ ما تقعديش تفلسفيها، ده ولا على باله. انتي أصلك ما تعرفيش حاجة، في نوع من الناس الصدمة تحطمه، ونوع تاني الصدمة تخليه واقعي وتخليه إنسان تاني. يبقى اللي أنا قلته صح؟ قصدك إيه؟ حسب اللي أنا شفته إنه بقى إنسان تاني، يعني ما عادش بيفكر في اللي كان بيحبها. مش جايز يتغير كده لأنه لسه بيحبها وعايز يثبت لها إنه إنسان مش ضعيف. إيه اللخبطة دي؟ أنا قريت روايات كتير أبطالها حصل لهم نفس اللي حصل لهارون وبقوا زيه كده. أيوة، خليك أنتي في الروايات يا حبيبتي، الروايات حاجة والواقع حاجة تانية، وبعدين إحنا دوشين دماغنا بسيرته ليه؟ يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا يا ست هان، الف عبد الله على السلامه. يا اهلا وسهلا. ازيك يا بشير؟ الله يسلمك يا ست هان، اتفضلي اتفضلي. يا اهلا وسهلا. ازيك يا سمير؟ ازيك انت يا ماما؟ جابر وحشتيني. امر ملتالي تالي. رايي حبيب قلبي، حبيب قلبي. امال فين سعيد، ما جاش معاكم ليه؟ هو سعيد فضيلي ده طول النهار سايبني قاعده لوحدي. الله، انتوا اتخانقتوا تاني ولا ايه؟ خلاص خلاص يا ماما، ما بقاش في فايده من الخناق، خلاص. معلش يا حبيبتي، استحملي عشان خاطر عمر. ما انا مستحمله يا ماما. بكره ربنا يهدي ان شاء الله. انا مش عارفه ايه اللي خلاه يتجوزني. ده بقى ما شاء الله، مفيش حد زيه في البلد، وراسه زي اكبر راس في البلد. زي ده ايه؟ ده هو اكبر راس. يعني بيزرع ارض سعدون بيه ومراته لحسابه. ايوه يا ست هاني، واشترى وابورين حارت وطنبيل جديد وايه، وماشي في البلد يقول يا ارض تهدي ما عليكي قدي. يعني بتشوفيها مبروكه؟ الا بشوف، ده انا كل يوم بشوفه وهو راكب الاوتومبيل بتاعه وماشي يزمر بيه. يعني مبسوط؟ الا مبسوط، هو فيه نفر في البلد يبقى في الامل اللي هو فيها دي، ومش عايزاه يكون مبسوط. مش هتريحيني بقى وتقولي لي جبتي لي ايه من مصر؟ ما سمعتيش انه هيتجوز؟ سمعت. سمعتي ايه؟ سمعت الست الكبيره وهي بتكلم حضره العمده وبتقول له عايزين نجوزه سماح بنت خالتي. وهو عنده فكره؟ الشهاده لله معرفش. اشمعنى؟ اشمعنى دلوقتي عايزه تجوزه؟
انا عارفه بقى يا اختي، مش هتريحيني بقى وتقولي لي جبتي لي ايه من مصر. عمرو سامع يا حبيبي؟ سامع. ايه، تقعد مع ستة ولا تروح مع ماما؟ سميرة، عمرو عايز يقعد معاي مش عايز يمشي معاك. مالك حماتك عاملة معاك ايه؟ هي ما بتروح لكيش؟ انا خارجة يا ماما. راح سرقت حماكي؟ لا، خارجة اتمشى شوية. لوحدك يا بنتي؟ فيها ايه يا ماما؟ امال انا جاية ليه؟ مش جاية عشان اشم الهوا ولا عايزاني اتحبس هنا زي ما انا محبوسة في مصر؟ ازيك يا مدام سميرة؟ مدام سميرة؟ ياه، ده احنا بعدنا قوي. على انت عامل ايه يا هارون؟ انا الحمد لله كويس. ما تاخذنيش، انا مرضيتش اقف عشان اسلم عليكي. ليه يا هارون؟ احنا مهما حصل بينا برضو ولاد بلد واحدة. معلش، انتي ست متجوزة وانا خايف عليكي. طول عمرك وانت بتخاف علي. ما يصحش ان احنا نقف كده، الناس هتقول ايه؟ انا اصلي كنت عايزه اقول لك حاجه. من غير ما تقولي، ايه الفايده؟ انت عارفه ان الظروف اتغيرت. يعني عارف ان ماليش ذنب في اللي حصل؟ مش عايزاك تكون ظالمني يا هارون. دي حاجه بقالها سنين والكلام فيها لا هيودي ولا هيجيب. صدقيني انا مش زعلان منك وبتمنى لك كل الخير. دلوقتي يعني إذنك عشان أنا ورايا شغل.
اسم الله عليك يا حبيبي، تعبان ولا حاجة؟ لا لا ما تتخضوش يا أمه. تعال يا حبيبي تعال. يا هارون تعال. اه في ايه يا هارون؟ أنا عايز أتكلم معاكم في موضوع مهم. خير يا ابني؟ أنا قررت أتجوز. يا ألف بارك. أخيرا نويت. أيوة يابا نويت. ويا ترى اخترت مين؟ ولا عايزنا احنا بقى نختارها لك؟ لا أنا خلاص اخترت. اخترت مين يا هارون؟ حميدة بنت سعدون بيه. يا زين ما اخترت يا حبيبي. يعني موافقين؟ إلا موافقين. واحنا هنلاقي ناس زيهم فين؟ اهو ده النسب اللي يشرف بصحيح. ايوه بس تفتكروا هم هيوافقوا؟ جرالك ايه يا هارون؟ ما يوافقوش يعني ايه؟ لو انت شويه يا ابني. ايوه ياما بس احنا فين وهم فين؟ لا 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 مالكش دعوه بالموضوع ده، سيبه عليا انا. سعدون بقى ده صاحبي وحبيبي وانا عارفه كويس. يا الف نهار ابيض، يا الف مبروك. ايوه كده يا هارون، ايوه فرحت قلبي. ياما ما تستعجليش قوي كده. اها ادي احنا فيها، نكلمه وناخد منه معاد. يا ساعه كام دلوقت؟ تلاقيها داخله على 11 وزمانهم ناموا. يا لا لا الكلام ده في الارياف عندنا هنا، انما اهل مصر بيحبوا يسهروا خصوصا سعدون بيه. انا نازل اطلبه دلوقت. هو سعدون بيه موجود؟ لسه ما رجعش؟ طب يا ترى من غير تكليف كده حضرتك ما تعرفيش بيرجع الساعه كام؟ ايوه انا عارف هو غاوي سهر. طب على العموم يا ريت كده لما يرجع يكلمنا. لا لا اصل لا مؤاخذه انا عايزه كده في حاجه خصوص شويه. الله يكرمك الله يخليك. اهلا وسهلا مع الف سلامه. مش قلت لك اهو لسه ما رجعش من سهرته؟ دول بيسهروا. خلاص يبقى اتكلموا الصبح بقى يابا. الصبح قول على الظهر، ده على فين وفين لما يصحى من النوم. ايوه بس كان حقك اخدت ميعاد مع وفيه هانم ونروح لهم بكره. يا ابني ما تبقاش مستعجل قوي كده، الدنيا ما طارتش، مش هتفرق من يوم. انت كده تطلع وتتكل على الله وتنام وبكره يحلها الف حلال. يا رب تكون من نصيبك ومن اسمتك يا هارون يا ابن توحيدي. سعدون سعدون سعدون، مش معقول اصحى بقى، هتفضل نايم لحد امتى؟ صباح الخير يا وفية. صباح الخير. صباح الظهر يا سعدون. ايه يعني؟ احنا يعني ورانا الديوان على رأي المثل، عاطل بالوراثة. عاطل بالوراثة ولا سهير بالوراثة؟ ماله بقى السهر؟ هو في احلى من السهر وقعده الاصحاب؟ بس انت خلاص عجزت وكبرت وصحتك خلاص بقى، ما بقاش تساعد على السهر ده كله. انت اصلك ما بتقريش شعر عمر الخيام اللي بيقول فيه وما قصر في الاعمار طول السهر؟ يا عيني يا عيني، وس عمر الخيام بقى بيفهم في صحتك اكتر من الدكتور بتاعك ولا ايه؟ المهم كنت هتنسيني عايز اقولك ايه. اه يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. خير يا ست وفيه؟ ايه مالك اتخضيت كده ليه؟ انا عايز اقولك ان الحاج حامد طلبك في التليفون وبيقولك تكلمه ضروري. الحاج حامد ولا ابنه هارون؟ لا بقولك الحاج حامد. غريبة. طب وما قالكيش ايه الحكاية؟ مش عارفة، بس جايز يعني يكون هارون عايز يسيب الارض ومكسوف يقولك، عشان كده قال لابوه يكلمك. لا ما افتكرش. ما تفتكرش ليه؟ هارون ده بيكسب من الارض بتاعتنا كتير، وانت عارف هارون بيحب الفلوس قد ايه. اه راجل عاقل مش زي واحد صاحبنا الفلوس ملهاش قيمه عنده. وفيه الفلوس بتيجي علشان تتصرف مش علشان تتحوش وتحطيها على قلبك. وبعدين سيبك من الموضوع ده دلوقتي، خلينا في المهم.
هو كلمني الساعة كام؟ حوالي يا سيدي كانت 11 ونص كده. لا ده يبقى اكيد في حاجة مهمة. ناولين الروب اما انزل هطلب واشوف فيه. اتفضل. اجيب لك ايه يا ولد بقى؟ قول لي اجيب لك حمارة تركبها ولا اجيب لك بندقيه؟ حمارة هي عمدة وبندقيه تاك. امال اجيب له ايه بس يا حفيظ؟ الناس تقول اجيب لك شوكولاته، اجيب لك ملابس، اجيب لك كراميلي. ايه هو انت جيت في جمل يعني؟ انا هبعت واد بسيوني بمندر يجيب له الشوكولاته والملابس اللي هناك كلها. تعالى يا سميري شوف ابوك عايز يجيب لابنك ايه. ايه وانا غلطت في ايه يعني؟ انا هنزل مصر النهارده. تنزلي مصر؟ هو انت لحقتي؟ انت مش قلت هتقعدي معانا شويه؟ معلش انا عايزه اسافر. امال كنت جايه في ايه ورايحه في ايه؟ هي رأى لازم جوزها وحشها. ايوه على راي المغني دي اللي اسمه عبد الوهاب، احبه مهما اشوف منه. يلا يلا توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله، الله ربنا يجعل في وشنا القبول. استنى شوية يا هارون، استنى 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 يا هارون، استنى بس استنى يا راجل. على فين يا حاج؟ عندنا مشوار مشوار. تروحوا وتيجوا بألف سلامة، مش عايز حاجة من مصر. كتر خيرك يا حاج، ربنا يخليك. بجد اطلب. تيجوا تروحوا وتيجوا بالسلامة، ألف سلامة. طيب مع السلامة. مع السلامة. يا مختار افندي، مختار افندي. ايه يا حضرتك؟ استنى. قول يا مختار افندي، هما جماعة رايحين على فين؟ بيقولوا رايحين مشوار. مشوار يعني لحد فين كده؟ علم علمك يا حضرة العمدة. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. حاجة غريب، يعني انت ما عرفتش هما رايحين فين؟ لا عرفت، مهاني لما مختار مرضيش يقول لي حاجة. إيه؟ رحت بعت الواد بسيوني بتاعي للواد محروس بتاع هارون، ده بيعرف كل أسراره. هيه وبسيوني قدر يعرف؟ ايوه عرف، عرف ان هما نازلين مصر. نازلين مصر؟ نازلين مصر ليه؟ هو اليومين دول في مصر مولد الحسين ولا مولد السيد؟ لا 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 مفيش موالد بالمرة. إيه؟ طب وحينزلوا مصر يعملوا ايه يعني؟ جايز يعني، جايز بقول يعني يكونوا رايحين زيارة لسعدون بيه. انت مش بتقول ان هارون كان عندهم من اسبوعين؟ ايوه. لا 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 انا ما افتكرش انهم رايحين لسعدون بيه ابدا. امال تفتكر يعني رايحين ليه؟ ايه انت بتسالني يا عمدي؟ مش انت اللي لازم تعرف كل اخبار البلد؟ طب تقدري تقولي لي انت وتحطي لي عقلي في راسي وتفهميني بنتك صممت انها تنزل تسافر النهارده ليه؟ عبد الخالق بقول لك ايه، ما تخليش الفار يلعب في عبي. ايه قصدك ايه يعني؟ بيتك حميد خير يا حاج حامد؟ لا خير باذن الله. اسمع بقى، انت عارف العشره والمحبه اللي بينا وده اللي شجعني على كرمك. استغفر الله، احنا طول عمرنا اخوات يا حاج حامد. كده اهو، يعني لو طلبت حميده بيتك لهارون ابني هتوافق؟ سكت ليه يا سعدون بيه؟ لا نكون مش قد المقام. العفو يا حجة، انتم مقامكم كبير قوي عندي. انتم ما تعرفوش انا بعز هارون قد ايه، لكن في الحقيقة يا حجة. لكن ايه يا سعدون بيه؟ يعني انت عارف الاصول، انا من ناحيتي موافق، لكن المفروض ان احنا ناخد رأي البنت ورأي والدتها. طب انت رأيك ايه يا ست وفية؟ يا حاجة يا حاجة مفيش داعي تحرجي وفية هانم، سيبيها تتشاور مع سعدون بيه. لا ابدا،
اذا كان علي انا شخصيا موافقه. الهي ربنا يخليك يا اميره يا بنت القمر. ابسط يا عم، اديك كسبت تلتين المعركه. طب مش نعرف في رايي بقى التلت الباقي. الله الله الله، انت مستعجل قوي كده ليه يا هارون؟ مش نديلهم مهله الاول؟ مهلة ايه يا سعدون بيه؟ خير البر عاجله. يا حاج ما تحرجش سعدون بيه. وهو سعدون بيه غريب بس اطلع منها انت. يا جماعه ما فيش احراج ولا حاجه، واذا كان على راي حميده انا هطلع لها بنفسي واسالها. يا اختي الهي ربنا يجعل في وشك القبول يا قادر يا كريم. متشكره قوي، عن اذنكم اتفضلي يا اختي. مش معقول يا وجيده، انت ما بتبطليش تريقي على الناس. ولا الحاجه توحيده كانت قاعده على السفره مش عارفه تعمل ايه بالشوكه والسكينه، ما قدرتش امسك نفسي من ده. انا كمان مش معقول اللي انت بتعمليه. وجيده اتفضلي وسيبيني انا اختك شويه. ليه؟ هتتكلموا في اسرار؟ ايوه يا وجيده. عموما حميده ما بتخبيش عني حاجه. وبعدين بقى قلت لك سيبينا لوحدنا شويه. ما دام حضرتك زعقتي كده يبقى انا عرفت هتتكلموا في ايه. يا سلام، طب ما انت فالحه قوي اهو. يبقى اقعد معاكم بقى. وبعدين بقى انت زودتيها خالص، الناس مستنيني تحت. خلاص ما دام الناس مستنيين تحت يبقى لازم اخرج. في الباب وراك. خير يا ماما؟ في ايه؟ باختصار يا حبيبتي، ايه رايك في هارون؟ هارون مال؟ الهانم يعني اتاخرت، ما تكلف خطرك يا سعدون بيه وتطلع تشوفه. ما تقلقش يا حاج حامد، زمانها نازله. ما هو تلاقي البنت اتفاجئت، ما عندهاش فكره. على العموم كل تاخيره وفيها خير. خير يا استهان، عملت ايه؟ كل خير، الف مبروك. انا بركه الله. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. الف مبروك علينا كلنا. طيب نتكلم بقى في المهم. في أهم من اللي حصل يا هارون؟ هارون ابني يعني يقصد نتكلم بقى في الشبكة والبحر. جرى يا حاج، دي كلها مواضيع شكلية. عموما ما تخافش مش هنختلف. إن شاء الله يخليك يا سعدون بيه. داني النهاردة فرحتي ما تتقدرش. ما تتكلم يا سعدون بيه. الله، أنت مستعجل كده ليه يا حاج؟ بعدين هبقى اخدك لوحدنا على رواقة. خلاص براحتك يا سعدون بيه. انا من رايي بعد اذنكم طبعا نتكلم في كل حاجه دلوقتي ونخلص على طول. مش بقول لك يا سعدون بيه، ها الست مراتك دي ست الكل وست سكر. احنا تحت امرك، طلباتك ايه؟ مبروك يا حميده، الف مبروك. عقبالك يا وجيده. بس انا زعلانه قوي. ليه بقى؟ عشان هتسيبينا وتروحي تعيشي في الارياف. طب وانت ايش عرفت؟ مش يمكن نسكن هنا؟ هو يعني هارون معقول هيسيب شغله هناك ويجي يسكن في مصر؟ بس على فكره انا عايزاكي من دلوقتي تفصلي كده كم ملس على كم طرح. بتتريقي؟ انا بتكلم بجد. يعني معقوله هتقعدي قدام الفورم بهدومك دي؟ شوفوا بقى يا جماعه، انا موافقه على كل اللي انتوا قلتوه، بس في الحقيقة ليا شرط واحد بس. انت تأمر يا ست كل. الله يخليك، انا مش هرتاح لو بنتي بعدت عني. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني يا ريت بنتي تعيش معايا هنا في مصر. جريئة وفية، مش نعرف رأيها الأول؟ حتى لو كانت هي موافقة يا سعدون انا مش هوافق. اطمني خالص يا ست وفية، بنتك دي ان ما شالتهاش الأرض نشيلها احنا جوه عنينا، وبعدين احنا عندنا اغلى منها. معلش يا حاجة توحيد، عشان خاطر ريحوني يا جماعة، انا مش هرتاح ابدا لو بنتي بعدت عني. اها، واحنا ما يخلصناش الا راحتك يا ست كول. ازاي بس يا حاج؟ مالكش دعوة انت، انا عارف انا بقول ايه. الجرح مهما داوي انا معنى صوت والقلب مهما رضيت عارف طريقه الجراح.